بعد ما نخش الجنة مش هتنتهي علاقتنا بربنا. الموضوع مش أكل وشرب وانبساط بس، طبعا ده حلو جدا، بس احنا برضو عايزين نحس إن ربنا جنبنا، نكلمه ونطلب منه ونحتاج له ونطمن لقربه في الجنة. الجنة فعلا هي حلمنا الكبير اللي ما نستغناش عنه، وهي هدية ربنا القيمة اللي كلنا هنموت عليها، بس احنا ما نستغناش عنك يا رب. عارف لما تقول له واحد بتحبه حسك بالدنيا، كأنك بتقول له الدنيا جميلة حلوة بس وجودك فيها جنبي حاجة تانية. ولله المثل الأعلى. عشان كده في الجنة كل شوية هتلاقي ربنا بينادي علينا، بسميها العلماء في الكتب نداءات الله لأهل الجنة. ثلاث نداءات. النداء الأول اسمه نداء الأمان، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الله ينادي على الناس: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وتصحوا فلا تسقموا أبدا، وتشبوا تبقوا شباب فلا تهرموا أبدا، وتنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك قول الله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نداء الأمان، لا حد هيعيا ولا حد هيموت ولا حد هيكبر في السن، اطمن خالص. الخوف بيجي من المجهول أو من الحرص أن أنا أفقد شيء حصلت عليه. النعيم اللي أنت فيه في الجنة عمره ما هيفنى منه أي شيء، ده ما يخطرش على بالك. مفيش موت في الجنة، مفيش فراق للأحبة مهما طالت العشرة، اتعلق بحبايبك براحتك. مفيش ألام سببتها الأمراض، لأن نعيم الجنة ملوش آثار جانبية، فكل واشرب براحتك. وليس هناك ضعف أو خفوت في اللذة بسبب كبر السن، بل اللذة متصاعدة كل ما تقضي وقت في الجنة أكتر. الأكل طعمه حلو، وقصص الحب اللي هتعيشها كل يوم هتزيد جمال وإبداع، وهتزور مكان جديد كل يوم في الجنة في ملكك. ثم يأتي النداء الثاني بعد نداء الأمان، وهو نداء الرضا، كما في البخاري أن الله عز وجل ينادي على العباد: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ مبسوطين؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اطمن، صاحب الجنة دي كلها راضي عنك ولا يمكن يسخط بعد كده. اطمن تماما، أنت مرضي عنك رضا أبدي. ثم يأتي النداء الثالث بعد نداء الأمان ونداء الرضا، نداء تلبية رغبة المشتاقين، كما في مسند الإمام أحمد لما قال صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناديا: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر بأعينهم. أجمل حاجة عينك تقع عليها لما تشوف ربك في الآخرة. فعمل حسابك كده كده إن شاء الله لما نخش الجنة سوا في علاقة جديدة هتبدأ مع الله، كلها شوق ورضا وأمان. فاللهم يا كريم يا وهاب، يا من رزقتنا التوحيد من غير أن نسألك، ارزقنا صحبة النبي في الجنة ونحن نسألك.